جرياً على عادتها السنوية، بتحرص شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم على زيارة عدد كبير من المناطق اللبنانية ضمن جدول حفلتها الصيفية، لتقوم هالصيف بزيارة مناطق جديدة تضاف لأرشيفها الفني، ومن ضمنها بكاسينا الجنوبية اللي التقت بجمهورها للمرة الأولى وغنت أمام باحة كنيستها لتتمتع بهندسة وتصميم رائع. نجوى اللي كانت تحرص على افتتاح كافة حفلاتها من أكثر من 10 سنوات بأغنيتها الشهيرة شمس الغنية، قررت تغيير هالتقليد مع إطلاق ألبومها الجديد، فبدأت تفتتح حفلاتها بأغنية قمر العشاء. بإطلالة براقة ومشعة حملت توقيع المصمم نيكولا جبران، وقفت وغنت كرم على مدى ساعتين، ومن لحظة دخولها ولعت الأجواء وحولت البرد والرطوبة اللي خيمت على المكان لنار حماس ورقص. نجوى المعروفة بحبها للجنوب حابت تهدي أهله مو الخاص ومن القلب. لحظة إطلاقها لأغنية الأرزي اللي لقت نجاح كبير، عم تحرص نجوى دايماً على غنائها بكافة حفلاتها ومهرجاناتها، وفئاً منها لها البلد لنصب نجمته الأولى. ختمت نجوى كرم حفلة ببكاسين، وختمت معه موسم حفلتها الصيفية اللي كان بالفعل عامر هالسنة لتكون أكتر نجمة لبنانية أحيت مهرجانات داخل لبنان، إلى جانب حفلتها بالخارج بين عمان، الجزائر وغيرها، وهي الصوت اللي أصبح رمز لأغنيتنا اللبنانية بكل أقطار الأرض. العيقة مغرومة يا أمي، العيقة مغرومة يا أمي، ومني عرفان